تحول نوعي في مسار الحرب الدائرة في اليمن. الدبلوماسية الإماراتية والسعودية تحقق نصرا كاسحا على ميليشيا الحوثي الإرهابية. مجلس الأمن يصنف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، وذلك يترتب عليه تبعات كبيرة على مسارات الحرب وتحولات من حرب على تمرد لإنهاء الانقلاب إلى حرب على الإرهاب للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. ما الحيثيات التي استند إليها القرار 2624 الذي صدر من مجلس الأمن، وكيف يعتبر هذا القرار تصنيفا مكتمل الأركان؟ ما التداعيات التي ستحصل على هذا القرار، وما تأثيراتها على الشبكات الداعمة لميليشيا الحوثي الإرهابية؟ لماذا يشكك الطابور الخامس وحملة المباخر بهذا القرار، وما مخاوفهم من ذلك التشكيك؟ هذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه في هذه الحلقة الثرية بالمعلومات والتحليل مع ضيوف أعزاء: الدكتور أحمد القرني، الأستاذ الأكاديمي السعودي، والأستاذ منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي، واللواء الدكتور علي العولقي الخبير العسكري وأستاذ القانون الدولي، والأستاذ عبد القادر أبو الليم الإعلامي المعروف، والأستاذ نايف الحدي، والأستاذ ريم العولقي. حلقة فيها كثير من المعلومات والتحليل، ولكن نبدأها مباشرة لزحمة المواد فيها بإلقاء النظر على عدد من مواد هذا القرار والتي تؤكد أن هذا القرار كان تصنيفا مكتمل الأركان. بداية، قرارات مجلس الأمن هي صكوك من صكوك القانون الدولي، بالإضافة إلى المعاهدات والاتفاقيات، وهي ملزمة لجميع الدول. هذا القرار أكد على حيثيات تضع جماعة الحوثي أنها إرهابية حتى لو لم يكن وصفها بالصفة الإرهابية. في دباجة هذا القرار أكد، يقول: إذ يؤكد من جديد بيانه الصحفي المؤرخ 21 كانون الثاني يناير 2022 الذي أدان فيه بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة التي وقعت في أبو ظبي وبالإمارات العربية المتحدة ومواقع أخرى بالمملكة العربية السعودية، والتي ارتكبها الحوثيون وأعلنوا مسؤوليتهم عنها. يقول أيضا في دباجة القرار: إذ يدين بأشد العبارات ازدياد عدد الحوادث الواقعة قبالة سواحل اليمن من تلك الهجمات الموجهة ضد السفن المدنية والتجارية، وكذلك مصادرة السفن التجارية واحتجازها بطريقة تعسفية أو غير قانونية، وما يشكله ذلك من خطر كبير على أمن الملاحة الدولية. هذا الإقرار من مجلس الأمن أن جماعة الحوثي تقوم بهذه الأعمال يحيلنا إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب، والتي تعتبر تهديد الملاحة البحرية إرهابا دوليا. القرصنة واختطاف السفن يحيلنا إلى صك آخر من صكوك القانون الدولي، وهي الاتفاقية الدولية لقمع العنف الموجه ضد سلامة الملاحة البحرية، والذي وبروتوكولها المقر في عام 2005، والذي يعتبر ذلك عملا إرهابيا. ولو كان مجلس الأمن فقط أشار لهذا الأمر فإنه تصنيف لجماعة الحوثي جماعة إرهابية، إلا أن مجلس الأمن في المادة الأولى من هذا القرار أكد تصنيفا واضحا، يقول فيه: يدين في المادة الأولى يدين بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية. أيضا يؤكد أنه إدراك أنه تصنيف، فيقول: يقرر أن يخضع الكيان المدرج في مرفق هذا القرار للتدابير التي تفرضها الفقرة 14 من القرار 2216 في المرفق. تأكيد آخر على هذا الإدراج وعلى هذا التصنيف، فيقول: شارك الحوثيون في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وهو يسمي في المرفق الجماعة المدرجة في هذا القرار وهي جماعة الحوثي الإرهابية. يقول: وشن الحوثيون هجمات على سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر باستخدام الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بحرا والألغام البحرية.
وهذا تأكيد أن جماعة الحوثي تصنف إرهابيا وفق الاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة المتعلقة بالإرهاب. يقول أيضا: وارتكب الحوثيون أيضا هجمات إرهابية متكررة عبر الحدود استهدفوا بها المدنيين والبنية التحتية المدنية. نحن أمام تصنيف مكتمل الأركان يسري له آثار وله تبعات على هذه الجماعة. تحدث ضيفي الأستاذ منصور صالح عن هذا القرار وعن التصنيف وحيثياته فقال: القرار 26-24 من حيث أهميته يمثل أهمية كبيرة للغاية، وهو ربما يعد القرار الأهم الذي اتخذ بحق هذه الجماعة منذ بداية الحرب قبل نحو 8 سنوات. القرار ربما جاء متأخرا بعض الشيء، لكنه أتى وهو استند إلى حيثيات عديدة تؤكد بأن هذه الجماعة قد مارست كل ما تمارس أي جماعة إرهابية على مصنف إرهابيا على مستوى العالم، فهي مارست أعمال الاغتيالات وهدمت المساجد وجندت الأطفال واعتدت على الدول الجوار من خلال استهداف الأعيان المدنية بالصواريخ البالستية والطيران المسير، كان في المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة، أيضا تشكل تهديدا للملاحة الدولية، ومارست اعتداءات على سفن تجارية مدنية كما حدث مع سفينة روابي التي كانت تحمل العلم الإماراتي. هذا القرار مهم جدا، والفضل بعد الله يعود للدور المتميز الذي لعبته الدبلوماسية الإماراتية التي أسهمت في إقناع المجتمع الدولي بأهمية اتخاذ هذا القرار. مجلس الأمن إنما أنشئ لحماية الأمن والسلم الدوليين. بيان مجلس الأمن الصادر في 21 يناير أكد أن الإرهاب الذي يقوم به جماعة الحوثي يشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، ودعا الدول الأعضاء لمواجهة ذلك الإرهاب بناء على التزاماتها وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ضيفي الدكتور علي العولقي، اللواء الدكتور علي العولقي، وهو الخبير العسكري المتمكن من خلال موقعه في هيئة الأمن القومي الجنوبي والأستاذ الأكاديمي في القانون الدولي، تحدث عن تهديد الإرهاب للأمن والسلم الدوليين وعن حيثيات هذا القرار. هذا نجاح من قطع النظير للدبلوماسية الإماراتية والتحالف العربي، وطال انتظاره على مدى 7 سنوات. وكالعادة يعني أن أنشطة الإرهاب بصرف النظر عن دوافعها وبواعثها فإنها تعتبر تقويضا وتهديدا للسلم والأمن الدوليين على كافة المستويات والأصعدات. فلذلك أن هذا القرار يعتمد أن الجرائم الإرهابية بشكل عام، وهو المعتمد في إطار الأمم المتحدة، تشكل تهديدا وتقويضا للأمن والسلم الدوليين، وبالتالي يجب مواجهتها، واستنادا إلى الفصل السابع. وهذا يعطي زخما جديدا في أن كل الأفعال أو الأنشطة التي قامت بها جماعة الحوثي فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة باتجاه أعيان مدنية وبما فيها استهداف أعيان مدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، كل هذه الأنشطة تعد من الجرائم الإرهابية التي اعتبرها مجلس الأمن تقويضا للأمن والسلم الدوليين. قد يعتقد البعض أن قرار مجلس الأمن 26-24 هو وثيقة سياسية، وهذا مجاف للواقع، إذ أن قرارات مجلس الأمن هي وثيقة قانونية أحد سكوك القانون الدولي. وأيضا هذا القرار جاء بناء على تقارير لجنة قضائية عينت بموجب قرارات سابقة من مجلس الأمن، وتقارير هذه اللجنة القضائية بنيت عليها حيثيات القرار، وهذا ما تحدث عنه ضيفي الدكتور أحمد القرني الأكاديمي السعودي والخبير المتخصص في العلاقات الدولية والاستراتيجية. ما يتعلق بحيثيات هذا القرار الأممي 26-24 فهو مبني على تقرير رفعه مكتب الخبراء في الأمم المتحدة بالشأن اليمني، وكذلك اللجنة المختصة بالشأن اليمني، من حيث أن الحوثي ارتكب العديد من الانتهاكات ضد
الممرات المائية الدولية في البحر الأحمر واحتجاز السفن ومنها سفينة روابي الإماراتية، وبالتالي يعني أصبح الحوثي مستوفي لكل الشروط لأن يصنف بأنه إرهابي، وقد ورد هذا القرار بعد إيراد القرارات التي كانت متعلقة بتوصيف القاعدة وداعش كمنظمات إرهابية تؤثر على الأمن والاستقرار الدولي. قرار يعتبر الأهم الصادر من مجلس الأمن بالنسبة لميليشيا الحوثي هو تحول نوعي لمسار قانوني جديد للحرب الشرعية التي كان التحالف يتحرك وفق الأثر القانوني لاستعادتها وإنهاء التمرد. أضيف إلى تلك الشرعية شرعية قانونية جديدة وهو شرعية الحرب على الإرهاب، وهو لذلك تداعيات مهمة على مسار الشرعية نفسها. إن كان يعتقد المتواطئون مع الحوثي من داخل الشرعية أنهم يستطيعون لي ذراع المجتمع الدولي بتخاذلهم أو تواطؤهم أن التحالف العربي وأن المجتمع الدولي لا يستطيع التدخل في اليمن إلا وفق الراية المعلنة، فهنالك راية جديدة اسمها الحرب على الإرهاب. أولئك إما أن يكونوا مع الوطن في معركة التحرير مع المنطقة ومع العالم في مواجهة الإرهاب، أو ستتجاوزهم الأحداث. فاصل ونعود. تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية حدث مهم سيكون له تداعيات وتبعات لما بعده. القرار 2624 الذي يصنف جماعة الحوثي جماعة إرهابية يترتب عليه إيقاف أي دعم تتلقاه هذه الجماعة، وأبرز ذلك حظر توريد الأسلحة إليها والتدابير اللاحقة لمنع تهريب السلاح. والأهم من ذلك أن العقوبات ستطال كل من يتعاون مع جماعة الحوثي وفق تهمة دعم الإرهاب. تداعيات مهمة لهذا القرار تحدث عنها الأستاذ عبد القادر أبو الليم الإعلامي الجنوبي فقال. بالنسبة لقرار مجلس الأمن الأخير تحت رقم 2624 الذي صدر مؤخرا ضد جماعة الحوثي، من الناحية القانونية فهو قرار مؤثر جدا على المستوى القانون الدولي. قد لا يفقه الحوثيون ذلك الأمر أو يتجاهلوا، إلا أنه له تبعاته القانونية وهو يفتح الباب على مصراعيه تجاه هذه الجماعة. لذلك من الناحية القانونية فهو قرار مؤثر جدا وله تبعاته، مثل ما قلنا قد يستخف بها الحوثيون كما يستخفون بأي قرارات أو أي أمور دولية تحدث من حولهم، لكن في الأخير هو قرار ناجح وقرار صائب يحجم هذه الجماعة ويعطي لهم التوصيف الحقيقي بأنهم جماعة إرهابية بحتة، فهي جماعة إرهابية بكل تأكيد، وكان هذا غائبا عن العالم أو يمتنع العالم عن الاعتراف به، وها هو القرار يأتي ليصوب المسار باتجاه الصحيح. تبعات هذا القرار وتداعياته تسري على جميع الدول وعلى الكيانات وعلى الأفراد الذين يتورطون بدعم ميليشيا الحوثي الإرهابية. كما يحصل في كل قرار من قرارات مجلس الأمن، فإن لكل قرار يلحقه أمور تفسيرية وملحقات توضيحية، وأعتقد أن هذا القرار يذهب بهذا الاتجاه. هذه التداعيات التي تسري على جميع الدول والكيانات والأفراد تحدث عنها الأكاديمي السعودي الدكتور أحمد القرني الخبير في العلاقات الدولية والاستراتيجية. طبعا في قراءة لهذا الموضوع أنه يعني يترتب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تراعي هذا القرار، وبالتالي فهناك فريق الخبراء المختص بالشأن اليمني واللجنة المختصة والفريق المتخصص بالرصد والتحليل للجزاءات الموجود ميدانيا سيراقب خلال 6 أشهر القادمة الالتزامات الدولية بهذا القرار، وسيرفع تقرير جديد للأمم المتحدة يبين فيه مدى التزام الحوثي بهذا القرار ومدى التزام الدول الأعضاء بهذا القرار.
الشبكات الاقتصادية التي تدعم الحوثي في الداخل والخارج ستكون تحت طائلة المساءلة بدعم الإرهاب. أيضا الشبكات الخفية التي تتخادم مع الحوثي هي تحت الميكروسكوب الدولي، ولجنة العقوبات تفتش ولديها الأدلة وقد أصدر تقارير بذلك. لذلك نلاحظ الاستنفار من الذباب الإلكتروني التابع لتلك الأدوات بالتشكيك في القرار، ولكن الأيام القادمة صعبة على تلك الشبكات. تأثيرات هذا القرار على الشبكات الداعمة للحوثي تحدث عنها الأستاذ منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي. القرار ستكون له أهميته في التأثير على الشبكات الاقتصادية التي تدعم الحوثي داخليا وخارجيا، وكذا في التأثير على المنابع التي تمثل الرافد الأساسي لمد الجماعة بالسلاح والمال. وفي هذا الاتجاه نعتقد بأنه لم يعد بمقدور دول عديدة لعبت دورا في دعم هذه الجماعة خلال الفترة الماضية أن تواصل دورها بعد أن صنفت الجماعة كجماعة إرهابية في دعمها ومدها بالسلاح، لأنها بذلك إنما تكون داعمة لقوى إرهابية مصنفة على مستوى الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة معروف بأنها ملزمة لجميع دول العالم. يبقى المهم الأطراف التي ينتمي بعضها للشرعية اليمنية أو ما تسمى بالشرعية اليمنية، والتي تساهم المؤسسات المالية التي تتبع بعض الأحزاب المحسوبة على الشرعية ومنها جماعة الإخوان في تمويل المجهود الحربي لهذه الجماعة، جامعة العلوم والتكنولوجيا وشركة الاتصالات سبافون، إضافة إلى المؤسسات الرسمية التي ما زالت الشرعية اليمنية تمانع من نقلها من العاصمة اليمنية صنعاء إلى العاصمة عدن لحسابات واعتبارات ربما في نتيجتها هي تخدم ميليشيا الحوثي. تبعات قانونية كبيرة مترتبة على القرار 26-24 تحدث عنها الدكتور علي العولقي أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان. التبعات القانونية هو أولا أن كل أي دولة تقوم بأي توريد أسلحة أو أي مساعدة تقنية لتنفيذ النشاطات الإرهابية المذكورة في فقرات القرار، وهذا ما ينطبق عليها الإجراءات وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومنع وقمع التهديد للأمن والسلم الدولي. في الوقت الذي كان المفترض بأي شخص يعلن عداءه للحوثي أن يفرح بهذا القرار الذي صنع تحولا كبيرا في مسار الحرب وضربة موقعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، رأينا المرجفين والطابور الخامس يمارسون التشكيك في هذا القرار، تشكيكا له دوافع مختلفة. هذه الدوافع إما أنهم مدفوعون الأجر من شبكات الجريمة المنظمة التي اخترقت الشرعية والتي تنهب السلطة والثروة وتخادم مع ميليشيا الحوثي وخائفة من تبعات القانونية، أو أن لديهم فوبيا من دول التحالف العربي ولا يريدون ذلك الإنجاز الكبير للدبلوماسية التحالف العربي وبالذات دبلوماسية الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أو أن لديهم دوافع أخرى. تحدث الأستاذ عبد القادر أبو الليم عن دوافع أولئك الذين يشككون في قرار مجلس الأمن 26-24. يحاول الآن بعض المرجفين على الساحة اليمنية التقليل من هذا القرار الذي تبناه مجلس الأمن، محاولة منهم في الاستخفاف به أو وضعه في حجم غير حقيقي لما هو عليه. يحاول البعض أن يصف القرار بأنه توصيف وليس تصنيف، مع العلم أن جميع أو الفقرة الواردة في الفقرة من القرار كانت واضحة جدا. لا استغرب أن وجدت مثل هذه الجماعات سواء في الإعلام في المنصات الإعلامية في منصات التواصل الاجتماعي بأن يحاولوا أن يجعلوا من هذا القرار وأنه شيء كأنه لم يكن، مع أنه كان وسيكون ويبنى عليه في قادم الأيام. فبالتالي نحن أمام قرار حقيقي لا يستطيع أحد أن يتماشى مع أنه قرار عابر، بالعكس هذا قرار مما دعاهم بالتالي أنهم يصعدوا إلى المنابر ليقللوا منه، وهو بالتالي انعكاس حقيقي لأنه قرار قوي أثر فيهم وأوقع هذه الجماعة
بشكل حقيقي، كان ذلك واضحا في إعلامهم وفي تناولهم لهذا الموضوع. هم مرجفون، طابور خامس لا يرون إلا من النظارات السوداء. الأستاذ نائف أبو الزعيم الحدي الناشط الجنوبي تحدث عن أولئك المرجفين من الطابور الخامس فقال: الطابور الخامس الذي يشكك في لقائه في أن القرار توصيف وليس تصريف، هذه هي شغل جماعة الإخوان التي لا يعجب العجب ولا سيب رقب، يعني بالعامية لا تريد أن تحارب الحوثي ولا تريد أن تصنفه جماعة إرهابية، بل تريد أن يظل الوضع على ما هو عليه في حرب في استنزاف التحالف العربي وفي دمار البنية التحتية في اليمن عبر جماعة الإخوان المسلمين، الذي تريد أن ترجع إلى العصر الجاهلية خاصة في المناطق الشمالية، الذي بالجنوب قد هو محرم عليها، على قول لا يمكن تدخل بها لا 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 على جثة الرجال. جانب آخر من دوافع الطابور الخامس الذي شكك في هذا القرار هو جانب الجحودي ونكران الجميل لدول التحالف العربي على كل ما قدمته منذ بداية الحرب، وهو سلوك مستمر لذلك الطابور الخامس. الانتصار الكبير للدبلوماسية السعودية والإماراتية ورغم التعقيدات الكبيرة في المشهد الدولي، كان المفروض بذلك بأولئك الذين يدعون أنهم ضد الحوثي أن يقدموا الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على المجهود الكبير الذي قاموا به لاستصدار هذا القرار، لكنه الجحود والنكران. التدليس أيضا دافع مهم درجوا عليه أولئك المرجفون. الأستاذ ريم العولقية الصحفي الكاتبة الصحفية تحدثت عن هذا الأمر فقالت: بخصوص تشكيكهم لهذا القرار، هو ليس جحود ونكران لدولة الإمارات فحسب، بل هو أيضا تدليس للحقائق التي نشاهدها على الأرض في أن الحوثي إرهابي وعدواني ومدمر، ولا زال يستهدف ويستخدم العنف في هذه الحرب ضد دول الجوار منها المملكة العربية السعودية والإمارات. فهذا التشكيك يوضح لنا أنهم راضين تمام الرضا بما يفعله الحوثي تجاه الإمارات من عدوان، لا سيما الإمارات العربية هي الداعم الرئيسي لليمن، ولا ينكر هذا الدور إلا جاحد. الدور الذي قامت به الإمارات في اليمن وخاصة في الجنوب العربي في هذه الحرب هو دور كبير. الإمارات العربية نجحت من خلال تقليص الحوثي المدعوم من إيران على الأراضي اليمنية وخاصة في الجنوب العربي. هذه الجهود التي نحن نثمنها ولا ننكرها أبدا مهما كثرت الأصوات والأقاويل الكاذبة. الإمارات العربية ما زالت مطلعة على الأمن القومي في اليمن وترسيخ الكثير من أمن المناطق، بالإضافة إلى الدور الإنساني الكبير. تذكروا هذا الكلام جيدا. بعد تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية من قبل مجلس الأمن، دول كثيرة ستصنف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، وابتداء من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى فاعلة في المجتمع الدولي، دول عربية كبيرة ستصنف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، سيكون هنالك ملاحقة قانونية لجماعة الحوثي وأعضائها ومن يتعاونون معها، الشبكات التي تتخابر مع الحوثي وتتخادم معها تحت الميكروسكوب، وسيصدر عقوبات بشأنها. كل من يدعم الإرهاب لا بد أن ينال العقاب. الأيام القادمة حبلى بالكثير من الأحداث في تطورات الحرب على الإرهاب في اليمن، تحول المهم، أحداث كبيرة في الانتظار، ونحن معكم في رصد الأحداث وتحليلها واستشراف المسارات المستقبلية. إلى حلقة قادمة من بين السطور مع اليوسفي.